دكتور احمد فؤاد بمعايير الربح والخساره تبعا للحزمه او السله باكملها، هل سيخرج بنيامين نتنياهو ليقول انه فاز وانتصر ام ان عليه ان يعيد النظر فيما اقترفته قواته في هذه العمليه؟ يعني بعد تحية يا أستاذ أحمد، هناك أهداف محددة لنتنياهو انطلق من خلالها في هذه الاستفزازات وهذه الانتهاكات. أول شيء ترميم صورة جيش الاحتلال وقدرته على الردع بعد اللطمة التي تلقاها منذ أسبوعين في جنين. هذا الأمر لم يتحقق، بالعكس هناك حشد رهيب في مواجهة نحو 100 من المسلحين فقط، مسلحين بأسلحة خفيفة. هذا الأمر لم يستطع أن يقمعه، لم يستطع أن يصل إلى هؤلاء 100 أو حتى نصفهم أو ربعهم. بالتالي هذه خسارة كبيرة وهذه فشل كبير في هذا الهدف. الهدف الآخر لهذه العملية حين انطلقت هو رفع مستوى استطلاعات الرأي الذي تضرر بشدة ووصل إلى 52 مقعد فقط إذا ما أجريت الانتخابات حاليا داخل الكنيسة. 52 يعني خسارة كبيرة في الانتخابات، وبالتالي هو بعيد جدا عن تحقيق نص أو رفع لمستوى شعبيته في المتدني في الرأي العام الإسرائيلي. الأمر الثالث الذي كان يستهدفه من هذه العملية نتنياهو ومن تحالف معه من اليمين المتطرف هو شق صف المعارضة الإسرائيلية. الحقيقة المحتجين أو المحتجون ضد نتنياهو وضد ما يسميه هو إصلاحات قضائية ويسميه المعارضون انقلابا وديكتاتورية، هو محاولة لشق صفهم، وهو ما لم يتحقق، حيث وجدنا تصعيدا ووصول إلى محاولة قطع السفر والوصول من وإلى مطار بن غوريون. هذا يعني أن مخططات نتنياهو فشلت إلى حد بعيد، وبالتالي يعني يتكبد مزيد من التراجع في ظل المواجهة مع جنين.